وبهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين، أشار فضيلة الشيخ علي مطر خطيب جامع أبو بكر الصديق، أشار خلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة إلى أهم العبر والدروس المستقى من إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف. الالتفاف حول المعاني العظيمة التي جاء بها عليه الصلاة والسلام برسالته العالمية السمحة ودعوته إلى التوحيد، هذا الدين السمح الميسر الكامل الشامل الذي لا حرج فيه ولا مشقة، الذي يدعو إلى العلم، يدعو إلى التفكر، يدعو إلى التأمل، مبني على التفاهم والتعايش السلمي بين جميع الناس، حسن المعاملة، حسن الجوار، الرفق اللين، كسب القلوب. وهذا الدين الذي يحصن المجتمع بإقامة العدل وأداء الأمانة وإعطاء كل ذي حق حقه. هذه الذكرى العطرة تعطينا درس في العزة والكرامة والشهامة والثبات على المبدأ. وهذا الدين يحذر الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الظلم والبغي والفساد والغلو والتنطع. لهذا كان يقول عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وكلها أمور ودروس مطلوبة شرعا وعقلا، ومن الضروريات الدينية والاجتماعية والحياتية، وبلا شك تساهم في ترابط المجتمع وأمنه واستقراره وقوته، وهذا مطلب العقلاء ومبتغى الحكماء.